ندخل إلى السلاكة ونشاهد ميناء الحسون، نشاهد مع بعض. إذن العش الذي كنا نشاهده من الخارج هذا سوف أجلبه لكم لتشاهدوا إن شاء الله لا قوة إلا بالله. به 5 فراخ ما شاء الله، اللهم ارزق الجميع هذه المشاهد الجميلة. كل مربي ينتظر من طيوره هذه المشاهد. هذه 5 فراخ في عش واحد، كلها قمت بتحجيلها أي تركيب الخاتم. هذا هو العش الأول، عش الأنثى التي جهزت قبل الإناث الأخرى، ما زالت قد شرعت في وضع البيض، شرعت بالأمس في وضع البيض، الآن هي تحضن بيضتان إلى حد اليوم. أظنها إن شاء الله مخصبة، جميع البيض مخصب لأن الذكور جاهزة جدا وتم إطعامها يعني وتغيير الغذاء لها وتقديم الأغذية اللازمة لتجهيز الذكور والإناث. ها هي بيضتان في هذا العصر، نلاحظ اللون الأصفر في العش كما أنزلته في فيديو سابق، هو من الزهور ومن الرؤوس التي تخرج منها الزهور لنبتة التفاف الهندباء والنبتة الأخرى التي كنا قد شاهدناها في الفيديو السابق. نبتة هي تستعملها الأنثى في بناء الأعشاش، نلاحظ عديد البقاع الصفراء، ابحثوا عنها وقدموها لطيوركم. هذا العش الثاني،